أكيد كلنا شفنا وسمعنا عن حادثة طلاب جامعة الجلالة واللي كانت يوم الاثنين يوم 14 أكتوبر، 12 طالب توفوا لرحمة الله تعالى و29 مصاب. الجديد هو إن مجلس أمناء الجامعة أصدر قرار وطلع مجموعة من البيانات، أولهم تحمل كل نفقات علاج طلاب المصابين دون التقيد بأي حد للتأمين المعين لكل طالب من الطلاب. تاني حاجة وهي تقديم منحة بنسبة 50% للطلاب وحتى تمام التخرج من الجامعة. توفير وسيلة نقل آمنة وعاجلة للطلاب المقيمين في قرية بورتو من وإلى جامعة الجلالة لحين توفير سكن آمن ليهم في مدينة الجلالة. دراسة التوسع في السكن الجامعي في مدينة الجلالة علشان يشمل جميع الطلاب. أخيراً تم التحفظ على سائق الأوتوبيس، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعاطيه للمخدرات وجاري استكمال التحقيقات. ده غير أن اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الحادث كانت أكدت أن السرعة الزائدة هي السبب في انقلاب الوتيرة.